ان شاء الله غادي نديرو تقليه اولا الكرشه اولا الدواره، كل واحد كيفاش كيقول ليها. غادي نديروها بواحد الطريقه لذيذه وسهله جدا. اول حاجه غادي نشدو الكرشه، فاش كنجيبوها انا درتها في المطيب وزدت عليها معلقه ديال القرفه، خليتها حتى رقدتها فيها قبل ما نبدا باش نوجد المقادير. من بعد غادي نصفيها من داك الماء، غادي نقطعوها مربعات صغيره كيف كتشوفوا بهذا الشكل، ونخليها باش تنشف من داك الماء. وبالنسبه للمقادير عندي بصله كبيره هنايا مشلضه، هنا عندي معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، القزبر غالب على المعدنوس. هنا عندي ثلاثه ديال الرؤوس ديال الثوم مطحونين، عندي هنا مطيشه كبيره مطحونه. وبالنسبه للتوابل عندي هنايا ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الخرقوم وسكينجبير، ملعقه كبيره ديال التحميره اولا البابريكا اولا الفلفل الحلو، عندي هنا ملعقه صغيره ديال القزبر اليابس، ملعقه صغيره ديال البزار، ملعقه صغيره ديال الكمون، وهنا عندي ملعقه صغيره ديال مطيشه طماطم مركزه طوماط كونسونطري ولا مطيشه الحك كيفاش كنقولوا ليها. وعندي هنا نص كاس ديال زيت الزيتون. نبداو على بركه الله. في الكوكوط ديالنا غادي نديرو هذيك الكرشه اللي غسلنا، بسم الله. غادي نزيدو عليها البصله، نزيدو الثومه، بسم الله، ونزيدو التوابل ديالنا. كمون، بزار، التحميرة، وغادي نزيد عليهم زيت الزيتون، نخلطو مزيان، وغادي نديرهم فوق النار يتقلاو ليا. غادي نخليوها فوق النار تقلى لينا شويه ونحركوها هكذا باش تدخل ليها التوابل. غادي نخليها تقلى تقريبا واحد 10 دقائق حتى تطلق لينا ديك البصله الما ديالها. كيف لاحظتوا معايا راني ما زدتش الماء. بعد ما كدوز 10 دقائق كتطلق الماء ديالها كيف كتشوفوا. غادي نزيدو معدنوس وقزبر، بسم الله، نخلطو مزيان. انا ما زدتوش من الاول باش ما يتحرقش لينا من الاول وتبقى البنه ديالو حاضره. وغادي نمرقو بالماء اللي غادي يكون سخون ولا طايب. غادي نغطيو هاد الكرشه ديالنا صافي، وغادي نسدو الكوكوط. غادي نسدوها تقريبا واحد 30 دقيقه ونتلاقاو من بعد. بعد ما دازت كتر من نص ساعه حلينا على الكوكوط، الكرشه بدات كطيب لينا. غادي نزيدو مطيشه مطحونه، وغادي نزيد ملعقه صغيره ديال مطيشه مركزه طوماط كونسونطري، وغادي نعاود نسد على الكوكوط، نسد عليها تقريبا شي 10 دقائق.
بعد ما كدوز تقريبا واحد القسمين حتى لربع ساعه صافي كنحلو على الكوكوت ونخليوها شويه تشرب لينا ونتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو الشكل ديال الكرشه بعد ما صافي طابت لينا. انا خديت الزيتون الحمر، خديت واحد المريقه شويه وخليته تطبخ معاها باش يجينا منسم بداك المذاق ديال الكرشه. غادي نبدا ندير هذا الزيتون في الجوانب كتزيين. بسم الله. كتزيين، انا خديت المصير باش نزين به الطاجين ديالنا بهذا الشكل. بسم الله. تزيين كيبقى كل واحد والشكل اللي كيبغي يزين به. هنا في هذا الوسط انا خديت الهريسه غادي نزين بها. هاد العريش ديال المعدنوس غادي نديرو الوسط. بسم الله. هاد الشكل وصلنا للشكل النهائي ديال التقليه ديالنا. نتمنى تعجبكم وديروها حتى نتوما في ديوركم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده.